السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح مساهمات لتجينا في فاتورة الكهرباء. يعني كاين بزاف المتتبعين اللي يسألوني على هذا السؤال، كاينين اللي يقول لك علاش هذه الفاتورة مثلا تجي المساهمة اللي تجي في هذه الفاتورة مثلا علاش هذه تجي صفر، والفاتورة الثانية مثلا هذه الفاتورة تجي في المساهمة يعني هذا المبلغ كما راكم تشوفوا لهنا، او هذه الفاتورة ايضا يجي له هذا المبلغ في المساهمة. كاين بزاف يعني اللي يرسلوني سواء لهنا في اليوتيوب او في الفيسبوك ايضا يوميا، يعني اتوصل بهذه السؤال. اذا اول شيء يعني قبل ما نبدا هذه الحلقة نشكر بزاف بزاف الاخوان اللي يرسلوا لي الفواتير الخاص بهم الكهربائية اللي ساكنين في يعني واحد في اضرار، والاخر هذا الاخ يعني ارسل لي الفاتوره الخاصه به في اضرار، والاخر يعني في واد السوف. اذا بدون اطاله نبداو يعني نشرحوا علاش تجي الصفر وعلاش تجينا المبلغ. يعني اول شيء نجاوبوا علاش تجي الصفر، ويعني علاش تجي يعني ايضا يعني يجينا المبلغ في الفاتوره الخاصه بنا، ثم بعد ذلك نرجعوا نشوفوا كيفاش يعني نكالكوليو او كيفاش نحسبوا هذا يعني المساهمة. إذا نلقاو الجواب في الجريدة الرسمية اللي خرجت يعني في 29 ديسمبر 2016 في العدد 77، نلقاو يعني في هذا الصفحة 64، تلقاو الرابط أسفل هذا الفيديو باش يعني تحملوا هذه الجريدة الرسمية. إذا كما راكم تشوفوا هذا الارتيكل قال لك لهنا تمويل تخفيض فاتورة الكهرباء بالنسبة 65% لصالح الأسرة في ولاية الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12 كيلووات سنويا. يعني قال لك نعطي لهم يعني ندير لهم لا ريديكسيو، يعني نقص لهم في الفاتورة الخاصة بهم 65% سنويا، يعني 12 يعني في حدود 12000 كيلووات، يعني يعطي لك حتى 12000 كيلووات. تحسب الكمية فما فوق 12000 كيلو واتور حسب السعر العادي المعمول به. قال لك ايضا تمويل تخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 65% لصالح الفلاحين في ولاية الجنوب ايضا كيف يعني في حدود 12000 كيلو واتر، وايضا 65% في كل فاتورة. اما في ما فيخص يعني فاتورة تمويل وتخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 25% لصالح النشاطات الاقتصادية، أيضا جبت لكم الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، يعني اللي قراو اللغة الفرنسية فقط. جبت لكم أيضا هذه لو جورنال أوفيسيال دو لا ريبوبليك ألجيريان نيميرو 77، يعني اللي خرج في 29 ديسمبر 2016 في الصفحة 60 و 61. اذا كما راكم تشوفوا لو فينانسمون دو لا ريديكسيون دو لا فاكتوراسيون دو ليليكتريسيتي concurrence de 65% au profit des ménages dans les wilayas du sud qui utilisent la basse tension à la hauteur de 12000 kW. يعني قال لك حتى 12000 kW. قال لك la quantité dépassant 12000 kW est calculée selon le prix habituel en vigueur. قال لك ايضا لو فينانسمون دو لا ريديكسيون، يعني لهنا يهضر على لي زابوني ميناج يعني الديار فقط، وهضر ايضا لهنا لو فينانسمون دو لا ريديكسيون دو ليكتريسيتي كونكورونس دو 65% او بروفيل عفوا دي زاغريكولتور، يعني الفلاحين دون لا ولايه دو سود كي يوتيليز لا باس اي لا موين تونسيون. يعني قبيله قال لك لي يستعملوا فقط لا باس تونسيون، لهنا دخلنا ايضا في لا موين تونسيون على هوتور دو 12000 كيلو واتور كما قلت لكم قبيله. يعني لا كونتيتي كي ديباس يعني 12000 كيلو واتور اي كالكولو سولو لو بري ابيتويال اون فيغور. اذا لهنا يعني رانا جاوبناكم علاش يعني هذه المساهمه تخص فقط يعني
للساكنين في ولاية الجنوب الجزائري. إذا أما يعني في بقية الولايات يعني نخلصوا الفاتورات الخاص بنا بالسعر يعني عادي، كما حنايا ساكنين في بجاية أو في الشرق أو في الجزائر يعني بصفة عامة، يعني ما تكونش هذه المساهمة تجينا الصفر فقط. علاش ما عندناش هذه المساهمة أو هذا لا كونتريبيسيو، يعني ما تعاوناش الإطار في الفاتورة الخاصة بنا. إذا هذا فيما يخص علاش هذه تجي صفر وهذه تجي يعني يجي المبلغ فيه، يعني تجي لا كونتريبيسيون او المساهمه في هذه الفاتوره. اما طريقه يعني كيفاش نحسبوا هذه يعني التخفيضه او هذه الفاتوره، اذا كما راكم تشوفوا مثلا هذه الفاتوره يعني هذه تجينا صفر، اذا نروحوا في هذه الفاتوره اللي بعثها لنا الاخ في واتسوف، اذا نبداو نحسبوا هذه الفاتوره. كما راكم تشوفوا لهنا لا كونتيتي اللي خرجت او يعني المبلغ اللي خرج فيما يخص الكهرباء، يعني مازال ما دخلناش في لا تي فيها كلش، يعني نحسبوا 65% في هذا المبلغ يعني تكون المساهمه، يعني هذه هي لد ليطا، يعني هذه اللي تعاون فيه ليطا، يعني هذا المبلغ اللي تنحي لها ليطا. اذا نحسبوا 1,822,700.23 كما راه مكتوب في هذه الفاتوره الخاصه بنا كما راكم تشوفوا لهنا، يعني نضربوا هذا المبلغ اسمحوا لي نضربوا هذا المبلغ في 0.65 اللي هي يعني 65%، اذا نشوفوا اشحال خرج. خرج 1,184,769 يعني تقريبا 70. اذا نقارنوه مع هذا المبلغ اللي درناها في هذه الفاتوره، اذا لهنا خرجنا 1,184,700.70 كما خرجنا يعني لهنا في هذه الفاتوره، اذا كما راكم تشوفوا لهنا. اذا لو كان الان نضيفوا المبلغ يعني لو كان نحسبوا كامل الفاتوره الخاصه بنا نشوفوا اش خرجت، اذا ناخذوا مليون ومن بعد ثم بعد ذلك يعني كي نخلصوا في الكالكول تاع الفاتوره الخاصه بنا نحيو هذه المساهمه نشوفوا شحال خرج، هما خرجت لهم يعني 999,040 دولار. اذا ناخذوا 1,822,700.23 نزيدوا له هذا المبلغ تاع 9% يعني وايضا 19% خرج يعني لهنا التوتال 63,62.48، نضيفوا هذا 10,000 وهذا 15,000 يعني يخرجوا 25,000 في زوج، نضيفوا 250 دينار، إذا خرجنا المبلغ نورمالمون نسلكوا 2,183,900 لهنا كما راكم تشوفوا 0.71. بصح حنا نحيو هذه المساهمه باش نشوفوا شحال يعني تبقى لنا او شحال تسقى لنا الفاتوره الخاصه بنا، يعني نقصوا المساهمه 11,847.70 كما راكم تشوفوا خرجنا المبلغ يعني كما خرج في هذه الفاتوره، كما راكم تشوفوا خرج 999,040 دولار .01. اذا كما راكم تشوفوا هذه هي يعني الطريقه اللي يحسبوها هذه المساهمه. اذا لهذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال كتبونا في الكومنتار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الحلقه القادمه ان شاء الله.